المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ممكنة إذا استندت إلى جدول أعمال يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة. وأضاف موسوي خلال مؤتمر صحفي أن أمريكا لا تسعى للمحادثات ولا للحوار. ينضم معنا مراسلنا من طهران ياسر مسعودي. ياسر، إذا الولايات المتحدة دخلت على خط المبادرة البريطانية بشأن إنشاء القوة الأمنية البحرية لحماية أمن الخليج بقيادة أوروبية بإعلانها دعمها لها بحسب تصريح وزير الخارجية البريطاني، الذي بدوره صعد من لهجته ضد طهران من خلال يعني إعلانه أو توضيحه أنه لن يكون هناك تبادل بين إيران وبريطانيا بشأن نقلات النفط. كيف تتابع إيران هذه التصريحات سواء من أوساط سياسية أو من وسائل الإعلام؟ الصعيد السياسي جاءت على لسان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، قال على الدول الساعية إلى تعزيز تواجدها العسكري في مضيق هرمز أو المنطقة عموما يجب عليها تغيير هذه السياسات، وإلا فسيؤدي إلى توترات في المنطقة، وبالتالي هناك يعني سيؤدي إلى رد إيراني على مثل هذا التصعيد العسكري. أيضا كان هناك تصريح جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال بأن الخطوات الغربية بتعزيز التواجد العسكري هي خطوات استفزازية، وبالتالي هذه الرؤية الإيرانية واضحة. اليوم المقطع الذي نشر من قبل الحرس الثوري الإيراني يمكن وصفه بأنه رسالة عسكرية تأتي على لسان الحرس الثوري تحديدا، عندما يحاول التأكيد من أنه عندما تم احتجاز السفينة ناقلة النفط البريطانية ستينامبيرو في مضيق هرمز مع بالرغم من وجود الفرقاطة البريطانية، هذا يحاول من خلاله العسكر هنا أن يقول بأن مهما زاد تعزيز التواجد العسكري الأجنبي في هذه المنطقة إيران لن يحد التواجد العسكري الإيراني، خاصة يعني كذلك ياسر يعني أيضا يعني إيران بثت أيضا مقطع فيديو بشأن ما تحدثت به، وهي يعني لحظات توقيف الحرس الثوري الإيراني لناقلة النفط البريطانية. ما هي الرسالة التي تود إيران توجيهها من خلال هذه من خلال بثها لهذا المقطع؟ وهذا ما كنت بقوله تحديدا، هو أن طهران تحاول من خلال أو الحرس الثوري تحديدا يحاول القول من أننا مهما زاد التواجد العسكري في مياه الخليج وتحديدا في مضيق هرمز، الحرس الثوري هو الأكثر تواجدا وهو الأكثر نفوذا في هذه المنطقة، وهو من يتمكن من تأمين هذا المضيق ومرور ناقلات السفن، وبالتالي لن يتأثر في حال إذا ما أراد احتجاز أي ناقلة نفط تخرق قوانين الملاحة الدولية وكذلك الإقليمية. هذا لن يوقف إيران من يعني الإقدام على مثل هذه الخطوات. أيضا يمكن فهم ذلك بأنه رسالة إلى الداخل أراد الحرس الثوري إيصالها، إن كان على المستوى للساسة أو إن كان على مستوى شعبيا، من أن التواجد العسكري الإيراني في مضيق هرمز هو الأهم وهو صاحب النفوذ الأكبر، وبالتالي مهما زاد التواجد العسكري الغربي لن يؤثر على إمكانية سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. أيضا هذا يمكن ربطه بزيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ولقاءاته بالإيرانيين، من أن هناك جرى تنسيق وحديث في إمكانية التنسيق بشأن تأمين المياه الخليج عموما وبحر عمان ومضيق هرمز منها في من دون الحاجة إلى أي تواجد عسكري غربي. أيضا بالأمس كان هناك تصريح لمساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومن فيينا، وبعد انتهاء المحادثات ربط ما بين احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينامبيرو في مضيق هرمز وانتهاك هذه جريس وان الإيرانية في مضيق جبل طارق والاتفاق النووي، من أن هذه الخطوة البريطانية
تعتبر انتهاكا للاتفاق النووي، على اعتبار أن الاتفاق النووي من بنوده هو يعني السماح لإيران بصادرات نفطها. نعم، شكرا لك مراسلنا ياسر مسعود، كنت معنا من